وقفتنا اليوم يعني مع الشباب هي استمرارية، لأنه إحنا ما زلنا نرى الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى، وما زلنا نرى هذه الانتهاكات أيضا في حي الشيخ جراح. القضية قضية مبدئية لم تنتهي. دائما ما كان العدو الصهيوني يراهن على أن على أننا دائما ما يعني نمل بعد فترة أو أكثر من فترة، لكن وجودنا هنا هو محاولة لإرسال رسالة بأننا لن نكل ولن نمل حتى ينتهي على الأقل موضوع الشيخ جراح وتتوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وأيضا تعبيرا على دعمنا المتواصل للوصايا الهاشمية على مقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وبالتالي هذه استمرارية للوقفات حتى لو الأعداد أقل، لكن هذا يعني أننا ما زلنا مستمرين وسنستمر حتى تنتهي على الأقل قضية الشيخ جراح، يتوقف الاستيطان وتعود القوانين الدولية إلى مكانها.